إخوان، السلام عليكم ورحمة الله. بغينا نشاركوا معكم واحد المعلومة. جوان تكيلاس هادو نتاع الكارت بابي بلون، فيهم هاد المسياسات الإنسان كيبطا ما يشانجيهمش، يعني يقد هاد الشيء يدي له جوان تكيلاس، يقد يدي ليبيا لعواج الإخوان. إلا عواج ليبيا غادي تمشي لك شوميز توالي، يبقى البيستون يخدم عواج إلى آخره. لاحظوا جوان تكيلاس كي لقيتو الإخوان ومولاها ما كانش تسخن له اللوطو، ما كانش تسخن، لكن لاحظوا يعني هذه ولا بد انها تنقص الماء، واخا ما كانش تسخن، لان ما اصلا ما كانش الماء يسيركيلي، لاباري ما كانش توصلها السخونيه، الموتور محروق، لكن طومبيراتور ما واصلاش، لان ما حتى الماء ما كانش يدور. الا لاحظنا جميع العيون ديال السيركوي تاع الماء اللي كيتمشى الماء، كلشي مبلاه كما كتلاحظوا. شو كي ولاد الحال هنا، لدرجة ان البالونات تهرسو، هما هاد البالونات تهرسو نتاع الكيراس، بقينا نخرجوهم بلاصو دو كيما كتلاحظو. شوفو جوانت كيراس الاخوان كيرجع، لاحظو، وشوفو الجديد الاخوان واش كان فرق ولا ما كانش فرق. اصلا كاليتي هادي راه غير نتاع سلك، ماشي شي كاليتي اللي هي ما شاء الله. لاحظو جوانت كيراس، لاحظو كي داير الجديد، شوفو البالي كي داير، واش كان اختلاف ولا ما كانش. لاحظو، شوفو اخوتي، شوف شوف كيرجع الجوانت كيلاس. يعني نتوما حكموا الانسان، حنا عندنا خبره في هذا الميدان، حنا كابرين في الحديد. الانسان ملي كيقول لك ها واش خصك دير اخي، خصك تساعف انت الانسان، تنصحو هو يلعبها فاهم. الله ما كتسخنليش اودي، انت راه ماكش فاهم علاش ماش تسخن وما راكش عارف كاع. بحال شي واحد انسان كيكون هبيل مسكين، واخا يتمشى في الارض وتاع الحجر، وما حل ما عندوش ادراك بالاشياء اللي كتوقع له. هكا اللوطو وما كيوقع لهاش ادراك بالاشياء الواقعه فيها، الا لوصلها السينيال عبر لاباراي تاع طومبيراتور. ياك الاخوان، اما الا كانت لاباراي تاع طومبيراتور هي ما خداماش اصلا، هي ما تفوتش ليكوي 60، ديما واقفه في 60، تتحسبها اباراي مليحه والموتور مليح، وهي لاباراي عندك فيها ديفو. يعني وقعوا هذه المشاكل، غير توسخت بزاف لاباي ما توصلهاش الطومبيراتور ديالها، ما توصلش ليكوي تاع السخونيه، ما تشوفوش كاع، وهي راه تسخن وانت ما تشوفش هذه الاشياء. لاحظ هذا قال لي ما كانش عندي الديفو في اللوطو نهائيا. انتم حكموا الاخوان، ها الجروب قلعنا البولونات، الكيلاس حتى هي صوبناها، ان شاء الله ندير لها مونتاج. بغينا غير نعطيكم واحد اللمحه الاخوان، هذه سيارة كليو محرك 1.4. هذه هي الكيلاصة، حتى هي دير ريكلوها، عطيوها واحد الباس خفيف ونمونطيوها. إذا الإخوة بعد ما جبناها من التور، رودينا لها لي صباب كما كتلاحظوا، وعمرنا لها، عمرناها بحال هذا المكان، شتوه هذا راه عامر. هنا هاد المكان عامر، هاد المكان كما كتلاحظوا حتى هو عامر. ياك الاخوان، كانت بحال هكا كي محفره بزاف، البلايص اللي كانوا محفرين بزاف كاع عمرناهم وضربوا لها ليزاج. شوفوا كي ولات ما شاء الله. لاحظوا درنا واحد الروضة السوباب، لاحظوا السياج كي داير، يعني ما شاء الله راها عاد عرقانه مسكينه هاد الكيلاس، ضربنا لها غسله. هي دابا غادي نركب لها لي صوباب ديالها الاخوان، روديناهم كاملين، كلشي مروضي، كلشي بيان. هادو هما لي صوباب، باقي لهم غير يتغسلو، تروضاو باقي لهم يتغسلو لي صوباب والمونطيو. حنا بغينا غير نوريكم النتيجه نتاع الكيلاس كي رجعت، وغادي تشوفوا امارش، لاحظوا امارش ديالها. إذن الإخوة، النتيجة هي هذه كما كتلاحظوا، المحرك راه يدور ما شاء الله تبارك الرحمن. الرجل ما دور رالونتي بزاف، سي فورسا، ما شاء الله، على حسب أمورنا ما شاء الله. نتمنى لكم السلام عليكم.